مسألة الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار طولا خارجا عن المعتاد، الصيام في البلاد التي يطول فيها النهار طولا خارجا عن المعتاد. البلدان من حيث تعاقب الليل والنهار تنقسم في الجملة إلى قسمين، القسم الأول وهو غالب الأرض ما يتعاقب فيه ليل ونهار في 24 ساعة، والقسم الثاني ما لا يتعاقب فيه الليل والنهار في هذه المدة، بل يمتد الليل أو يمتد النهار لزمن طويل أطول من 24 ساعة. وهذا من حيث تقسيم الأرض في خطوط العرض، ما فوق خط 66 شمالا وجنوبا، خط العرض 66 شمالا وجنوبا، فإنه لا يتعاقب فيه الليل والنهار في 24 ساعة. فعندنا في ما يتصل بهذه المسألة قضيتان، القضية الأولى قضية البلدان التي يطول فيها الليل والنهار طولا غير معتاد، لكن في خلال 24 ساعة يتعاقب الليل والنهار، كالبلدان التي يكون فيها النهار 23 ساعة أو 24 أو 22 ساعة أو 21 ساعة أو 20 ساعة. فالبلدان التي يكون فيها النهار على هذا النحو في الطول كيف يصوم أهله؟ معلوم أن ابتداء الصوم بطلوع الفجر وانتهاؤه بغروب الشمس، هذا ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. يقول الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا مدة الصوم بالاتفاق. وقد جاءت به أحاديث منها ما في الصحيحين من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل منها هنا أو إذا جاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على أنه إذا كان ليل ونهار فإن الصوم والفطر منوط بالليل والنهار بطلوع الفجر وغروب الشمس. قلنا إن هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. هذه المسألة، مسألة البلدان التي يطول فيها النهار طولا غير معتاد أو طولا فيه مشقة على الناس إذا صاموا، اختلف العلماء رحمهم الله في كيفية صيامهم، متى يمسكون ومتى يفطرون، على أربعة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنهم كسائر البلدان التي يتعاقب فيها الليل والنهار، إذا طلع الفجر صاموا وإذا غربت الشمس أفطروا مهما طال النهار، لأنه يصدق عليهم قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والذي قال هذا عليم بأحوال الخلق، وهذا ما أفتى به جماعات من أهل العلم وهو قول الجمهور، صدرت به الفتوى عن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وبه أفتى شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين وجماعات من أهل العلم. وأدلة هؤلاء واضحة، الأدلة التي ذكرناها وهي الآية فمن شهد منكم، وهي قوله تعالى: فالآن باشرهن ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أيضا حديث عمر وحديث عبد الله بن أبي أوفى، هذا هو القول الأول في المسألة. فهؤلاء لا يفرقون بين البلدان التي يكون الليل والنهار فيها متقارب أو معتدل وبين البلدان التي يطول فيها النهار طولا بينا بحيث يكون في مشقة. القول الثاني في المسألة أن أصحاب تلك البلاد لا يجب عليهم الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إنما يجب عليهم أن يقدروا للصيام قدرا للساعات. واختلف أصحاب هذا القول على أي شيء يستند هذا التقدير، فمنهم من قال يقدر بصيام أهل مكة. إذا القول الثاني
قبل ندخل في تفصيل طريقة التقدير، إنهم يقولون لا يصومون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إنما يقدرون، لأن الطول هنا خارج عن المعتاد. والآيات والنصوص جاءت في الحجاز التي يكون فيها الطول معتادا، وأما إذا كان الطول خارج عن المعتاد فإنه لا يخاطبون بذلك، بل يقدرون بالمناطق المعتدلة، يقدرون. ثم في التقدير لهم أقوال، منهم من قال يقدرون بمكة أو المدينة لأنها مواطن التشريع، ومنهم من قال يقدرون بأقرب البلدان إليهم اعتدالا، ومنهم من قال يقدرون الليل والنهار في حال استوائهما مناصفة. معنى هذا كم ساعة يصومون؟ يصومون 12 ساعة، يصومون 12 ساعة. هذا القول الثالث في التقدير. طيب نرجع إذن الآن، كم مر علينا من قول في أصل المسألة؟ مر علينا قولان، القول الجمهور أنهم يلزمهم الصيام كسائر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كسائر أهل البلدان، والقول الثاني أنهم يقدرون الصيام، وهؤلاء اختلفوا في التقدير وذكرنا طرائقهم في التقدير. القول الثالث أنه لا يجب عليهم الصيام إذا وافق رمضان زمن طول النهار، لا يجب عليهم الصيام إذا وافق رمضان زمن طول النهار، وإنما يجب عليهم أن يقضوا، يجب عليهم القضاء ولا يجب عليهم صوم، وهذا قال به بعض أهل العلم المعاصرين. والقول الرابع أن لهم الفطر وليس عليهم قضاء، أصلا الصوم لا يجب عليهم، لا يجب عليهم صوم لأنه ليس في مقدورهم ولا في طاقتهم، والله تعالى كلف الناس بما يطيقون. هذه الأقوال التي ذكرها العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. والذين قالوا بعدم وجوب الصيام قالوا يصيرون إلى الفدية، منهم من قال إنهم يصيرون إلى الفدية، ومنهم من قال إنهم يجب عليهم القضاء في المناطق المعتدلة. إذن عندنا الآن لو أردنا أن نجمل الأقوال نقول الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنهم كسائر البلدان، القول الثاني أنهم يصومون بالتقدير، القول الثالث أنهم لا يجب عليهم الصوم. وهذا القول في من أهل العلم من يقول لا يجب عليهم الصوم مطلقا، ومنهم من يقول بل تجب الفدية، ومنهم من يقول لا يجب عليهم الصوم في وقت الطول ويجب عليهم القضاء في وقت الاعتدال أو في مناطق الاعتدال. هذه إذن تنجمل الأقوال نقول أقوال في المسألة ثلاثة أقوال. أرجح هذه الأقوال هو القول الأول، هو القول الأول، وهو أنه يجب عليهم الصيام كسائر البلدان لدلالات الكتاب والسنة، وهذا قول جمهور العلماء. لكن معلوم أن جميع أحكام الشريعة مندرجة في القانون العام الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه حيث قال فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الصوم بهذه المدة الطويلة يشق على الناس أو يلحقهم مضرة فإنه يباح لهم الفطر، لكن من حيث الأصل يجب عليهم الصوم، فمن شق عليه الصوم لطول الوقت أو لتضرره بالطول فعند ذلك يفطر. من حيث التطبيق العملي ما الفرق بين هذا القول وبين غيره من الأقوال، بين قول من يقول لا يجب عليهم الصوم؟ الفرق أن هذا نقول له في كل يوم تنوي الصيام، فإن شق عليك وجد العذر تفطر، لكن لا نقول له من الأصل ما عليك صوم، أفطر وقضي في لك الفطر وقضي في أيام أخر. لا، هذا الفرق بين القول الأول وبعض الأقوال في القسم الثالث من الأقوال. نقول يجب عليه أن ينوي الصيام، فإذا شق عليه أو تضرر بالصوم فقد أسقط الله تعالى عنه الوجوب وثبت له البدل، إما القضاء في حال القدرة وإما الفدية في حال عدم القدرة على القضاء. إذن عرفنا الآن هذه المسألة وما فيها من الأقوال وما هو الراجح. الحالة الثانية هي التي يطول فيها النهار طولا يتجاوز 24 ساعة، كيف يصوم هؤلاء؟ للعلماء في هذا عدة أقوال. القول الأول أنه يجب عليهم الصوم وأنهم يقدرون ساعات الصيام، دليل ذلك العموم في فرض الصوم، لذلك العموم في الآيات والنصوص التي أوجبت الصوم، هذا من الأدلة. من الأدلة أيضا
حديث البراء بن عازب في الصحيح في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وفيه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ومدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر ويوما كأسبوع وبقية أيامه كسائر الأيام. فقال الصحابة: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي كسنة أتسعنا فيه صلاة يوم واحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أقدروا له قدره، يعني قدروا أوقات الصلوات ولو لم تظهر علامات الأوقات، يعني معلوم أن الأوقات موقتة بعلامات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه كلها أوقات، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون، هذه أوقات. فإذا غابت هذه الأوقات ما العمل؟ قال: اقدروا له قدره، بمعنى أن يقدر وجود هذه العلامات في حال عدم وجودها. فإذا كان هذا في الصلاة فمثله في الصوم، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، وبه صدرت الفتوى عن هيئة كبار العلماء في المملكة، حيث قالوا: يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم، والتقدير في هذا له عدة طرق سنأتي إلى الإشارة إليها بعد قليل. أيضا ممن قال بهذا القول شيخنا محمد العثيمين رحمه الله. والقول الثاني في أصل المسألة أنه لا صوم عليهم، لا يجب عليهم الصوم لغياب العلامات التي فرض الله تعالى الصوم فيها، وهو طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ولو صاموا بهذه المدة لها لكم، لأن الشمس تستمر 6 أشهر، وهذا لا يمكن أن يتحقق به ما أمر الله تعالى به من الصوم في الآية. إذا المسألة فيها قولان في الجملة، قول بوجوب الصوم، وهذا قول جماهير العلماء، وقول ثاني أنه لا يجب، وهذا قال به بعض أهل العلم. القائلون بالتقدير اختلفوا على النحو الذي ذكرناه قبل قليل، منهم من قال يقدرون بمكة والمدينة، ومنهم من قال يقدرون بأقرب البلدان المعتدلة إليه، ومنهم من قال يقدرون بحال استواء الليل والنهار، وأقرب هذه الأقوال أنهم يقدرون بأقرب بلد يتمايز فيه الليل والنهار، بأقرب بلد يتمايز فيه الليل والنهار، هذا أقرب الأقوال. وبهذا تكون قد انتهت هذه المسألة، وهي كيفية الصيام في البلاد التي يطول فيها الليل